طيب هتكلم مع حضراتكم عن طاقم تحكيم هذه المباراه. انا عندي كواليس كتيره جدا فيما يخص اختيار طاقم التحكيم، ولكن خلينا ننتظر لما بعد المباراه ونتكلم عنها، لانه في النهايه لو الطاقم جاهز معانا يا جماعه حطوه لنا على الشاشه. عندنا طاقم تحكيم مكون من كابتن امين عمر حكما للساحه، حكم مساعد اول كابتن محمود ابو الرجال، حكم مساعد ثاني كابتن احمد حسام طه، حكم رابع كابتن محمد عادل، حكم الفار كابتن احمد الغندور، حكم فار مساعد هاني كابتن هاني عبد الفتاح، حكم فار مساعد ثاني كابتن عمرو الشناوي. اذا طاقم التحكيم جيد او تم وضعه في هذه المباراه من وجهه نظر الخبير الاجنبي ان هو طاقم تحكيم جيد. طيب هل الخبير الاجنبي الموجود اللي انا كنت بطالب بيه بالمناسبه طبعا بعد كلاتنبرج كلنا طلبنا بان احنا يبقى في واحد خبير اجنبي طبعا، هل الخبير الاجنبي اللي موجود فيتور بريرا عارف تاريخ التحكيم في مصر في اخر تحديداً سنتين؟ تحديدا الاسم ده، تحديدا اسم فهيم عمر يا كابتن، والاخطاء الجسيمه اللي عمر حصلت وغيرت نتائج مباريات واثرت على مسار بطوله وافسدت الدوري قبل كده، يعني حاجات كتيره جدا بنشوفها، وهتكلم وهوري حضراتكم دلوقتي امثله، بس مش هوري حضراتكم حاجات كتيره جدا. وكل اللي انا بقوله في هذا الامر مش عشان اضغط على حكام، انا كل اللي انا بقوله ده علشان او اللي هقوله واللي هوريه لحضراتكم ما هو الا كل ما اريده او كل ما يريده النادي الاهلي هو تحقيق العداله التحكيميه. يعني ايه تحقيق العداله التحكيميه؟ يعني لو انا عليا ركله جزاء، النادي الاهلي عليه ركله جزاء، من فضلك احسب على النادي الاهلي ركله الجزاء اهو من داخل الفير بلاي العداله التحكيميه، وان يبقى في كمان يا كابتن في نقطه مهمه اكمل جداً. بس النقطه دي يا عبد الرحمن، فانا اللي بقوله لحضراتكم انه احنا بنقول دايما ايه، من فضل حضراتكم العداله التحكيميه. انا ولا بضغط على حد ولا يهمني ان انا اضغط على حد، لان انا عندي فريقي بيلعب دايما وبينافس على البطوله. كل اللي بطلبه العداله التحكيميه للفريقين بالمناسبه، للنادي الاهلي ولنادي بيراميدز. طبق القانون بحياديه سواء على النادي الاهلي او للنادي الاهلي، سواء على نادي بيراميدز او لنادي بيراميدز. هو ده اللي احنا بنطلبه، احنا عمرنا ما بنطلب حاجه زياده للنادي الاهلي او بنطلب حاجه خالص، ولكن هناك اخطاء واضحه من كابتن امين عمر. هناك اخطاء واضحه تسببت في فقدان النادي الاهلي للعديد والعديد من النقاط خلال الفتره السابقه. حوالي لحضراتكم، ولكن اسمع برضو تعليق عبد الرحمن على هذا الامر لانه امر غريب جدا. انا لا تعليقين يا كابتن الحقيقه. اولا الميعاد اللي تم اعلان فيه مباراه بيراميدز دي اول حاجه، ليه ما ادتش للناس متسع ان لو في اعتراض على التحكيم وان هم عايزين تحكيم اجنبي، ما انت اللائحه بتقول لك لازم 15 يوم قبل الماتش. اوكي حلو، لا مفيش لائحه، ما اعلنتش ليه من شهر؟ لا هم قالوا كده، يعني ردوا لما فريق بيراميدز طلب حكم اجنبي، ردوا قالوا ان لا انتوا كده عدى الوقت عشان الوقت. اذا كانوا هم باعتين قبلها ب 10 ايام، ما دي مشكله يا كابتن، دي مشكله كبيره جدا، لان انت على الاقل اعلن قبل الماتش بشهر، اديني حريه لو انا عايز اجيب حكم من بره، او لو انا كده كده الاهلي ما طلبش ده، يعني لو بيراميدز عايز يجيب او لو الاهلي عايز يجيب ايا كان الفريق اللي عايز حكام من بره، ادي لهم فرصه ان هم يطلبوا ده من اتحاد الكوره يعني. لكن ان انت تحطني في موقف احنا صحينا من النوم الصبح المباراه يوم كذا، ده اسمه كلام يا كابتن؟ في حته في العالم بتلعب كاس السنه اللي فاتت اصلا السنه دي في مصر بس بيلعبوا كاس السنه اللي فاتت دلوقتي بالظبط، وكمان بيديك ميعاد الكاس قبلها بفتره قليله جدا عشان لو انت عايز تطلب حكام اجانب ما تقدرش تطلب ده. وكمان يا كابتن النقطه الاهم بالنسبه لي ان انت حطيت اسماء عليها خلافات وعليها في تاريخها مواقف مع النادي الاهلي. حلو جدا، بما اننا بنتكلم عن تاريخها ومواقفها مع النادي الاهلي، انا عايز بس استعرض لحضراتكم امثله فقط، ما فيهاش حاجه. لا اتفضل يا كابتن. طبعا دي حاجه كلها امثله، يعني انا ممكن اوري لحضراتكم حاجات قد كده، ولكن كابتن امين عمر كان سببا في خساره نقاط مهمه جدا، في حاجات كتيره جدا لو اتكلمت عنها. انا اتكلمت عنها السنه اللي فاتت يا عبد الرحمن، لكن لو اتكلمت عنها دلوقتي والله ما هقعد لغايه اخر الحلقه طبعا. هجيب لقطات وهعمل، ولكن خلينا نتكلم عن مباراه البنك الاهلي والاهلي والنادي الاهلي في الجوله ال 19. كابتن امير عمر كان حكما للساحه في المباراه معانا، وكابتن محمد سلامه حكما للبار. النتيجه 0-0، وهناك عديد من الاخطاء. احتسب الحكم هدف صحيح للنادي الاهلي، بعد كده الفار استدعاه للمشاهده،
ورجع والغى الهدف بحجه ان الكره لم تكن ثابته، وطبعا طبعا ده مخالف لبروتوكول الفار، هذا الاستدعاء وخطا من الحكم امين عمر وخطا من حكم الفار كابتن محمد سلامه. لو حضراتكم تتذكروا دي وقعت روح البروتوكول. والاهلي خسر نقطتين مهمين جدا في هذه المباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0. بعدها بيوم على طول لو تتذكروا في ماتش حصلت بعدها على طول نفس اللعبه دي، في ماتش تاني يوم على طول سبحان الله في البريميم ليج الانجليزي في الدوري الانجليزي ما بين نادي استون فيلا وبيرلي، بس ما كانش في روح البروتوكول. نعم ما كانش عندهم روح البروتوكول يا كابتن، الناس دي ما عندهاش روح البروتوكول. برافو عليك، واتحسب هدف عادي جدا ما فيش حاجه يعني. ده بس انا بوري لحضراتكم امثله مره تانية، هذا الكلام اللي امام حضراتكم ما هي الا امثله فقط عن اخطاء لكابتن امين عمر حدثت للفتره السابقه. طيب هل ده معناه يعني ان دي اللقطه امام حضراتكم اهو حط الكره ولعبها، الكره مش مستدعيه فار بالمره يعني، سبتت ما سبتتش ايه اللي محتاج فار فيها يا كابتن ليك؟ بالظبط كده. ايضا كابتن امين عمر ادار للاهلي في الموسم الحالي مباراه، وهو عشان واحد يقول الحقيقه الحمد لله ما كانش فيها اي مشاكل، واحده هو ادار مباراتين فيهم، واحده يا عبد الرحمن عدت على خير يعني، امام الداخليه اللي هي في الاسبوع الثالث ما حصلش فيها، لم يكن فيها اي شيء الحقيقه. اما المباراه الثانيه فكانت كارثيه. طيب انت بتقول اي كلام يا عم اسلام، انت عبد الرحمن بتقول اي كلام؟ لا يا جماعه انا ما بقولش اي كلام، ولكن اشياء موثقه كابتن، ما ينفعش نقول اي كلام في حاجه زي دي، الناس هترجع ورانا وهتراجع وتجيب فيديوهات وكل حاجه. بالظبط كده، هوري لحضراتكم حالا ايه اللي حصل في هذه المباراه، كانت الاهلي وفيوتشر في الاسبوع معانا على الشاشه السابع، كابتن امين عمر كان حكما للساحه وكابتن سيد شعبان كان حكما للفار. فانا لما باجي اتكلم بما يتناسب مع اللي احنا شايفينه، ده حصل امام حضراتكم وعلى الهواء اهو. انا ما بجيبش الناس شايفه اهي الكوره اهي يعني يا كابتن، واضحه جدا اهي، دي ما اتحسبتش ضربه جزاء. ادي ضربه جزاء اولى، ادي ضربه جزاء اولى بالنسبه لعلي معلول. أيوة. ثم ضربه جزاء اخرى لشادي حسين. ايه ده؟ دي مش ضربه جزاء ازاي؟ ده لم يتم، ادي واحده اهي لعب على رجله وعلي وصل للكوره قبل لاعب الفيوتشر، وهنا اتلعبت وتردت تمام. هنقول الثانيه الاولانيه دي يا كابتن ادى فرصه، انما دي ازاي بتاعت شادي دي ازاي؟ فدي اهي بتاعت شادي اهي واضحه جدا جدا امام حضراتكم اهو. فالخبير الاجنبي اكيد ما حدش اداله الفيديوهات دي يا كابتن، ادينا بنديها له. فانا بس بوري حضراتكم امثله مما يحدث مع كابتن امين عمر، هل ده معناه مره ثانيه وثالثه وعشره ومليون ان انا بحاول، انا ولا بضغط والله العظيم ثلاثه بس عشان الناس عماله، انا والله ولا بضغط ولا بتكلم، انا بس بوري لحضراتكم هذه الامور بتمشي ازاي يا عبد الرحمن، علشان ما حدش يجي بكره يقول اصله كذا اصله مش عارف ايه اصله. لا يا جماعه اهو احنا ورينا لحضراتكم على الهواء مباشره بعض الامثله، واحده السنه اللي فاتت وواحده السنه دي. وكابتن هل اتحاد الكوره ما عندوش علم باخطاء اسم الكابتن فهيم عمر او امين عمر اسف بمشاركته مع الاهلي في الموسم اللي فات والموسم ده؟ هل اتحاد الكوره مش على علم ده يوضحها للحكم الاجنبي او رئيس لجنه الحكام الاجنبي؟ برضو دي نقطه كانت مهمه جدا، اكيد الراجل ده عنده مساعدين وناس بتختار معاه والكلام ده كله، كان لازم على الاقل حد يقول له والله تاريخ الراجل ده الموسم اللي فات مع النادي الاهلي 1 2 3، الراجل ده الدور الاولاني مع النادي الاهلي في الموسم ده. طيب كان ورانا الفيديوهات اللي احنا عرضناها دي بس مش اكتر. بالظبط يعني. كده برضو مره ثانيه، انا شخصيا بشوف ان كابتن امين عمر واحد من الحكام الجيدين، واحد من اهو انا بتكلم اهو احنا في شهر رمضان، واحد من الحكام الجيدين ان شاء الله ربنا يكرمه بكره ويعمل مباراه جيده، يضع العداله التحكيميه ما بين الفريقين المتباريين في نهائي كاس،